بغيتكم تردوا البال. شوف اخوتي الله يرحم الوالدين اللي عنده شي عائله في الخارج ولا المهم هذا الفيديو خصو يتنشر على وسع النطاق. اللي عنده شي عائله في الخارج وراه جايين خصو يعلمهم يقول لهم بانه من يتخرجوا من طنجه ميد كيتعرضوا لكم في البومبا الاولى ولا الثانيه كيتعرضوا لكم شي ناس كيقول لكم شريوا الريحه ويعطيكم واحد وحده كادو ويقول لكم ها الريحه رخيصه كذا. الله يرحم الوالدين حذروا جميع الناس اللي عنده شي عائله في الخارج وجايه دابا حاليا يقولوا لهم هذوك الناس اللي كيتعرضوا لكم في المحطه ديال ملوسه المحطه الاولى ولا الثانيه ولا اي محطه كاع تعرضوا لكم بالريحه كيقولوا لكم ها الريحه رخيصه وكذا ونعطيك وحده كادو للمدام ولا شي حاجه غير يجي عندك دور فيه دوره شيطانيه لانهم داك الناس كيبقاو يهضروا معاك ويعطوك واحد الريحه ويصوتوا عليك هكا يقول لك ها انت شم زوينه وداك الريحه شويه كدوخ وكدوخ كتفقد السيطره على راسك خصوصا الا كنتي بوحديتك ديك الساعه منك كطيح كيجيو هما كيهزوا من الطوموبيل شنو ما بغاو ويسدو عليك تما في الطوموبيل ويخليوك تتنوض على خاطرك. لهذا الله يجزيكم بخير هذا الفيديو نشروه على اوسع نطاق واللي عنده شي عائله في سميتو في الخارج وجايه مسافره حاليا يعلموهم لان الناس تما تعرضوا للنصب بهذه الطريقه هذه النصب والاحتيال كيجيو الناس بكومبلين تاع كاع ما تقولش هادو راه عصابه ولا شي حاجه كيجي لك بكومبلين وكرافطه وكيقول لك اخويا انت الريحه كدا شركه جديده بغينا نديروا لها الاشهار وكدا ريحه زوينه وهذا وكيعطيك وحده